الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد وثبتها بنصب الرواسي والأوتاد وجزم بوحدانيته أهل البغي والإلحاد والصلاة والسلام على من دلنا إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد ما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب ربنا وخير الهدي هدي رسولنا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار ثم ما بعد. إخوان الكرام، أما اختصرا عنوان الدرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. وما من خطة العنوان واقف لأن غير المسلمين نتعيش كيسن. إذا إخصاص العمل أما خاطر يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة لنا. القدوة لنا. فكلشي يتيري ابن مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق أو حسن الخلق أو أخلاق الحميدة اسمه الكثار سمات ما تخصنا، لكن يخصش من نوع الأخلاق يغختر الأخلاق لك سنتين دي سبحاني لك سنتين دي حفاني. أخلاق الحميدة ذي نوع الصدقة جارية، كذلك أخلاق السيئة شكتار خمي غنمثل بنت تاريخي غادي تجهدي ولا مرا نفكا غير مع اليولا غير مع المجالس يدي دي توا كيافو فران قانك فران ما شاء الله والنما تري موض انتهى فران والنما ما شاء الله يجبنا دبيرا يتجافشكان يتحل بيه ودان إلا يتكارمي ودان ينفعي ودان يبدأ يضحك عما صوت اتياي حد عما سوى نيشان العيب يحب هنا أخلاق الحميدة الجزء الله وعثنا هنا تسبحان أخلاق الحميدة يجي 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 النوع تاثي ثكاني ولان سبدا نوال ديريكت مباشرة فرا ربعا لقاس لا حول ولا قوة إلا بالله ربعا لقاس فرا غفر الله غفر تسمى تعاكس المغفرة غادي في هذه تسمى تفلسفي وين شي تسمى السهو لان من السعد العفاف واني خير جا كذا قي ادي ولا لقيت عبد الخير ولا بقى شحال الشدا كرميد بقى شحال كذا شي ديال الاخلاق. لكن شنو تخلق في الاخلاق سبحان الله نجي التاريخ كما هذا السوني ولا الاخلاق السلف الرحمه باش يسقالوا اللي يهدى وهيجي. فالأخلاق هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يتخلق الزاكسن قبل البعثة ويتخلق الزاكسن بعد البعثة، يعني قبل خاص ينزل الوحي زي خاص ينزل الوحي إلى يتخلق الأخلاق هنا يجي إلى الجنس أوتوماتيك أنت تقوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم أول يسن الأدب مؤدب يتسحى يتحترم يتوقع ولاد ذي مزيان من غير قام يرايق انت السلام عليكم يا قريش زي الطرف وذي نحد انت اللي غاسك اسم مشكل قاد غاس شد حشوتي دياري اني قاي قسم يا قاي قسم لا لا هو غاس يجي مشكلة كان توني يدور يتوحسب غا قريش الصادق الامين واني غادي شان الامانة مهمة يزو غاس يحتفظ ودي تحتاج الحاجة تاع تخمر تغنى النبي صلى الله عليه وسلم بري ما يستغى الأمل أن يغنى النبي صلى الله عليه وسلم يقاس النبي راه تفضل الأمل موجود. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتشاد خاص قد يجرى الله عنها منايا المعاملة يا يد قبل خاص ينزل الوحي ومدغي ينزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم دي غار حراء يا واحد السنيه هرك
لأن الوحي قد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يخشى خديجة يهرفت في ثمسي يقاس دثيروني دثيروني غمستيد 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 درثيد يكشي حاجة ينقش شوية الحرمانية كعلب شوية ينسي خديجة رضي الله عنها نسيها خديجة أخشى على نفسي وقضخ نفسي فيه ما قال إن قوال فغا قريش سيني قولوا لا إله إلا الله قوال فغا قريش سيني درت 160 سنة انضاف غابة يقصح باش استعان باش استبعد إن سخشى على نفسي والشاهد في الحديث هو ملي خديجة رضي الله عنها تشهد خسق الأخلاق نسق قبل الوحي الناس تتكلى والله لا يخزيك الله أبدا لا يا محمد لا يخزيك الله أبدا إنك لا تسل الرحم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق لا يا محمد شكل الله عز وجل عماسك يسمح دائما شنصا دائما تلدكي دائما تعاوريش مغى لأن الأخلاق تسمح شكو يقول مش الحاج تعرف هي غا حاجة مليح إنك لا تصل الرحم قريش إلا غاس صلة الرحم إلا بقى خاصم لكن النبي صلى الله عليه وسلم تا إذا يحيى صلة الرحم قبل خاصم ينزل الوحي ولهذا قص خديجة كاشك تلقى صلة الرحم تلقى إلو جيود كاردي وذن وتعين على نوائب الحق إليك دفع حيوان وإن ده صغير القرار يجد حاجة مسعية تنفع وإن ده صغير القطوة ضرب قشوكا يحاق خاص يدفع يعني دائما أنت تعجي بس العدل يدفع خاص ما يكونش قبل البعث وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في الله عز وجل إيمانها يبعث في الله عز وجل اليوم أخذ توحيد أذين أخذ الشرك وليعلم الدنيا ولا وكذلك زي الأهداف ما يمد يسقل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إيش الهدف هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بعثت أي بعثيت الله عز وجل باش أتمم مكارم الأخلاق فقريش رغس مكارم الأخلاق لكن تنقسيين لهذا الذي تمم الذي كمل مكارم الأخلاق كذلك الأنبياء رغس مكارم الأخلاق إلى ذني من يتوتر مع الأنبياء ونقاش يبقى الأنبياء يعني رغاس مكارم الأخلاق تنقسيين ومن بعد يوسف النبي صلى الله عليه وسلم اللي رغاس ما في مكارم الأخلاق إن الرسل رغاس العصمة لكن أك الشيء كنتوقع بعدهم أك طول الزمن تستهدف المسائل تفليس كي الأخلاق فيوسف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أدي جد الأخلاق نية زيارة للصفة عود إذن أمنا عائشة رضي الله عنها توسقس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للناس كان خلقه القرآن وكأن القرآن يمشي على الأرض الناس قال أخلاق النبي القرآن أما كما تولي النبي يقوى أما كما تولي القرآن يقوى من يجي الأمر يتقبل من يجي النهي يتبدل يتواجه القرآن في الحركة صلى الله عليه وسلم ويستمرق الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة يستمرق الأخلاق الأخلاق حتى هم يقول غايش الدرجة تعرض طاس الأخلاق وليه هو شيء الجن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق يعني هو غايش طب قمة لا صير بعد الله عز وجل القرآن في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون حتى هم يسن الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم سن كلمة عظيم انت شو يسغل الله عز وجل وإنك يا محمد على خلق عظيم الشهادة صغير الله عز وجل مش الشهادة صغير نظر صلى الله عليه وسلم إذن ومن نبي النغاس الأخلاق فينا شمينا الدك مقا قد تبع النبي تتزايز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وستتبع ولكن سنغل شيء وزمه تبع
100% لان شي ضعفاء، ولكن نحاول نجتهد وتكشف وقت تكرم علي معك سقاك يا قولي الرسول شي ما غنفقد الرسول اي خو خد الرسول قبل مدين مسألة مستحيل وسبات لي قلت لازم نعزوج وغادي تكلم شات مزي وزما واش نعزوج كاين السيو الفوس غافوت بجنة وزما مستحيل، ولكن يكل في شتج الحاجات اللي زعما طبق حاول ما امكن، ولكن النقص ماشي مشكل ولكن اجتهد. نعم، اذا الاخلاق هنا النبي صلى الله عليه وسلم عند نفهم، ولكن مزيد نفهم عند نفهم مرة نفهم الدين له والدين له مزيد نفهم عند نفهم مرة ناس وخ العلم نعلم مش انا حقي بقي جنالي وبالك سنة الكلمة وخانا حان انشق في الله الدرس المليح اتغال اتفهم اتسقسي في سنة الدين اللي كنتم لا تعلمون اتفهم الدين حقيقة وتفهم شد الدين خاطئ. اما حكينا بعلي وذا فهم الدين خطأ في الخطأ وتحت الباقة ثم حدوك عن هذا ذيها اشتهد يجا باكستان افغانستان يجا جندي القناس ديها استان في ريخ استان اكسينا مكلاش نكون يتعيد تكتو بس حق جاني مزياني كحق جاني كحقل الدين قاش دامس القوى الاسلام لا ويفهم الدين غلط. اذا يحسن في الدين الصحيح حمس الاخلاق ناس كلشي مخلقو الدين. فالله عز وجل الرسول يسقى الله عز وجل علمنا الدين سكنا بالدين ونعلمين وسيد العلماء وسعلمنا الله والله عز وجل نفسه له لذيك من عبق ما شو تسقى سحب العلم. فالدين واقف ابن أخ العدل الحق المعقول وابن شيخ خاوي ونايا شو خاوي قد الدين قد الاسلام قد الاسلام سلم قد يقلنا الدين كوري جيت شارح القران ما يقصد الدار لا. ومن سوى العنوان الدرس المعامله مع غير المسلمين يعني المعامله بالكفار واش نتعيش بالكفار من قال الله عز وجل الكفار اللي كنت عايش قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يعني ان تبروا اليهم اكس من المعامله تصبحان اكس من رخي اخو من رخي اتمعاون التجاره مارا يعني مرادين بلا تعذر مارا كوشت مارا قال الله عز وجل لا ينهاكم الله يعني واخد ان شاء الله عز وجل كسم عمل معامل يطاق عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ايش نواش تقيتي شاك الدين ولم يخرجوكم من دياركم وش يسمو شاك الدات تعش كان بلدي طلب الدات ايش تقدر الدات سجد دعوتي بدراسة تشاهد دراسة غاك مرة خدمت خلاص ولا خدمت خلاص غانش الحرب جينا وانا كسبوا الحرب اذا إيه كسرش السلاح هذا اسمه الطوبيس هذا ديال الشاه ذا غني حنجيرين ديال حنجاني والسوره الزداف لا قز نقص الطوبيس قز نقص كيتران قز نقص بوستاسيون ديال المطارات قد جهد قد الاسلام لا وجوه الاسلام الله عز وجل انك وني وش حارب واش تقيتل واش تأذي واش علاش الجزاء من جنس العمل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اجن واش إذي بمثل إذي. اذا الدين واضح يخصنا زوال في من السم لكن ربما اجاش الجنة كيش السؤال أخي قانكني والدين الدين الرحمة الدين واقف أسبوع العرف الغزوات نيوقع العذاب حروب نيوقع العذاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قريش غزوات البدر غزوات أحد شحال الدماء شحال يموتن ونيوجد العرف
كاين شي جن قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ديال الحروب ديال القتال شحال من غير كيغزو هاد البلاد 78 كيفاش يمانايا مي زعما جاوب مانايا نقا من يوقع دا ديال غزوات هاتينا ماشي النبي صلى الله عليه وسلم كيخص مانايا مانايا كيزغى الاعداء كيزغى قريش اما ملي تقيم زغى النبي صلى الله عليه وسلم ديال مسلمين تبغى حتى يجي الغزوه على كل جهه قريش يجي نعدل اتي وتوقع حتى يجي الغزوه ونعقب على التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم جه مكه ومن غير ذلك الدعوه من سنه قريش الناس نقولوا لا اله الا الله تفلحوا فقط ان لا اله الا الله اتفرح ما تلمس الفائزين وسني شي يقولوا لا اله الا الله والا القتال او كذا او كذا قل لا اله الا الله تفلحوا يبدا ديك الدعوه الحريه التامه واني خصها في التراكيسات ديال الاسلام ديال هذا وانه يمشي ويمشي ويتفحت بالسيف لكن فين تاذت يجنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يهز الكعبه الناس نابو جهل وغير راح نزك وما ديك بزاف ماني غاصني نطير كسيف في السوق هادي جماعه واش خلينا نديرو بعد ديس الكسيف هذا ديس استفاره محمد خوز تجي وفعلا يا حاج مجرم يود بني فراسين النبي صلى الله عليه وسلم خوز تجي فهو ساجي وقلت انا عندنا لغه مسلمين الكفار الكفار كانت اذاني مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي مسلمني وديك هو الحرب وكسيت هو المبادرة تاع السكن من دودري ميد ولا ما خدت بالنهار الله وكسيت هو السلاحة تاع تنقرس وقت مامي ولا الإرهاب لا الناس راحت على الحبشة يجدوا لها منظمة الثمار فإن بها ملك لا يظلم عندها واحد قال يجي الملك واسي توضري بحد يتيش حقوق عاد تاش مركز ديني عيش ديني يجي المدة عقبنا وفين عاد العرفني ولني عقبنا غا الحبشة مرة أخرى ما عطيت على الحبشة كاين جوج مدة ديني دي عقبنا عقبنا ديني قيم ديني عقبنا دام كوفي العرف ولني أبن غي ولني عمار بن ياسر بغينا سيمس بغينا سبابس مي خف غا ومن لا إله إلا الله تردد المسلمين دانا الكفار واش كاين يبقى المسلمين كاين لكم زيا وقد كاين الحر وقد كاين الله النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة تسلم كيش مدة ناس مسلم من غريب هاجات على المدينة هاجانا المدينة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من يقول الكفار من مكة راح نغال موثني الزيتوني الجوزني الطمانني ديني سجاني مسلم من مكة من ديني ستونة ناس وخاص يكون شي ناس من عين خاش يني ولاد الله ينغي ولاد قريب يقول مثلا السيا وسيد على الخريج يجي الجاد البحاث يجي الجاد السجاد يجي الجاد الداف وهاديك كاجي جدنا كيكسي من عين من غادي قد قصة ولا قصة ما تعقل تعال شوقة وزمو لان ذو الظلم كم ليس من يدني ايجنا النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ القافله القواد زي الشام لا يسجل العدد ديال الملك سيد السرعات القائد ديال سيدنا ابو سفيان لان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابه في فتره القمص احيث بالك كسب جبتي زي ملايين اتان بعد شويه تبقوا قرا لكم داكم كسير كيمكا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي خصها ديال الملك سيد كراميدا لا الناس تعلم شي حاجه زكيمين داكم كسير كيمكا ويصف فقط صحاب مكة وفير شي صحاب المدينة المهاجرة أبو سفيان راس خبا يسكا قريش الناس في القمادة تحمام الأملاك هما توجد محمد بن دوكريس وأصحابه قال قمادة إكس ملايا قريش فوز مكة كيسنا أبو جهل أبو سفيان يغيا الاتجاه أنكروا مدركبا قريش بلي القافلة اللي قد فرد ما يروش ديمس المدى القافلة كخجية المنظر وكيسمى قين قاسلا المال من قريش يفرس ويوقع والو الناس قريش إذن أنا حنوح لأني رفض زبكة الناس نبو جهل لا ما دام فض فض الناس محمد تتبح تنسان فالتالي بدو كريس قارس قريش نزج أنا حنوح قال الحرب من غني قال هي أكفى مليون قال شريش غاس لنومس شريش غاس لنعزيز شريش غاس لنومس قال جرى نوى الناس الحرب الناس مرض راح الفرصة يا ذا ما ستلف عاد ما ستعقل الناس راح في مسلمين نحار والنبي صلى الله عليه وسلم شحال يكك الصحابة أشيروا علي أيها الناس ليني ثيمين غني الطلب يسحب المدينة أكني والمهاجرون أكني والأنصار بكي رعاو الملة إن قد مسألة خطيرة قريش يجمد وقدس الحرب وقال أخو
اي دونك يازون حبه خاص يازون ازون خاص الكفار ماشي اللي مسلم امسلوا من حق الكعبه ما ستو يازون الحق اذا ما لينك ندم لم يقنع لا كذا كذا بس ما خاص القيد ولهذا وبغى تضرب اللي مسلم بزاف بزاف وكي بزاف اللي ممكن وقريش وكان انت كمنا من يستمر في العنف يوشاز الله عز وجل إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبيتها صدنا أي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقاتلون مش يقاتلون يقاتلون صعولهم يتوذن يوشاز الله عز وجل إذن يني يتوى حاربا الدفع خيخ في الزنة وقاس دفاع للنفس ما غادي إن توظن بأنهم ظلموا فالله عز وجل من فوق سبع سماوات يتشهد اللي يسمني توظن ومن حقه بدعه حقوق وإن الله على نصرهم لقدير والله عز وجل قادرة إنصار وفعل إنصار الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق صف من زيود لنسن صعاق من زيود لنسن من السبب إلا أن يقولوا ربنا الله فقط إن لا إله إلا الله ناس وغار صعاقر كسنس الملز إذن أمسرم عما سوه العنف السواء خمس من عذاب النبي صلى الله عليه وسلم عما سوه غاز ذكي العنف ولا الصحابة لكن نري وذي فهم أما خلنا إجنفين خاطئ يتشارع ما في خص يتبق ما في خص ينقو يخص يقيق الإسلام الإسلام بريء زي من توقع النار إذن مسألة لقد واضح فالمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أج غير المسلمين أج الكفار أتنور بعض الأمثلة بعض النماذج أنزام خيط مع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أج غير المسلمين ومن بي نقصد في أحداثنا الأمثلة هنا حمن السن حمن اقتدى نحاول ما يمكن ندري ليش اولا الاحاديث هنا قاعد زرين ثنت سلم ثنت ربما الحسن ثنت ولكن فقط التذكير الله عز وجل وذكر فان الذكر لا تنفع المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم ذي الطائف وما يفغى الطائف يفا النصرة جيم كوالو وكسيت في حلق الإسلام قليل وتأذن في وذان إلى تعاونت خديجة لون هذا الموت إلى تعاونت عزيز أبو طالب الموت نقصص المعاونة إيجار مش المحاولة إن صدفوا الطائفة اليوم الدعوة ديني الجوات غير ذلك الأتباع إلى حد ديني ولو عاود كذلك مستوى الشيء وما تخصدها ونسل وكثير تسيز راجع حان تسيز الناس الدوز كذا أذن صلى الله عليه وسلم السنة يقول حتى هو بيدخش غاي جمكان يستارح شوية ديني اختصار حديث حديث طولة كذا حرار نهاية الحديث باش أنا حرار من حدا جوا اغزا وجنا يتوريش مسكنوت إيبا ناس جبريل ناس جبريل يا محمد قال الله عز وجل يسكد ملك الجبال وما ثمين زي الخصر جبريل ينزل النبي محمد قال الله عز وجل يسقلك ملك ملك يجي مكلف في الجبال وش اس الاوامر الخصر بل الناس قرب الجبلات يقرب الناس كسي الجبل بجنا ديكسي المهم الملك يجي مكلف في الجبل وما ثمين دس غير اليوم المقصود يعني باش نهلك أصحاب الطائف نيتي أذن القريش فعلا نسي ورد بالك الجبال نسي يا محمد أما مثل خصر إن شئت ما خصر أطبق عليهم الأخشبين أخص تقرب رجب ورجب السج بالسا أخص تقرب غابة أفعل أتبع الناس لا صدق الأخلاق أذن جيمكا إفغى الطائف أذن قد الطائف تاو يكثير ماشي تسمحش ناس دوروا وكثير أذن سيزر ذاك الدم يريد تسمى يعصب مريش يجزي لك الحالة نثنين تسمى مين يجن السلاح اللي يستعمل
وختم السن، ولكن وريس النبي صلى الله عليه وسلم وريس درقه وريس ليس رحمه. إن الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركز راس المغفرة العفو الرحمة للجراحين زي لو ما يسوخ الكفار. إن لا يا رب إن لعل أداو ثاونسا أثر من وخسر من هنا معليش يسمح ثلاث معاملة إلى يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المسلمين وخا الكفار. نهار من تكرم عليه ولدان لقاه هو الكافر أسيك سي كريت أسي الشمين راس من تكرم لقاه ثلاث وسقال المال اللي تدفن به الحروب الغنيمة الغنيمة لقاه ثلاث الغنيمة هنا الغنيمة هنا الكفار شدي مسلم الغنيمة الغنيمه ومن غاس السيد الطالب دات كيت فيز السقس دا مزيان الى واحد الدوسي هذا شحال اللي كيدوا داخل الوزاره اجتمع ما قدر مكون ماشي مكون او قالوا لنا كي مكون الفاد كيف ديال المطار الى كونترول سي باش ناكي صافي تفضل روح الغنيمه كل غنيمه تلقى الحروب تاس السلاح ماشي تاس باسبور باش كنت باسبور فيزا سوا بانه قد سوا حتى زيرات شنو تشعل وضوء قبل شكون في السلسلة العود المواعيد سي سبراك كيفاش الغنيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريك عمل دا الكفار صح أحمد يتجاز غاس بعد الصحة المثال واثنين رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين كيش الرواية نظر ننس ادعاخ المشركين بعض الصحابة الناس يا رسول الله شكي دعوك مستجاب ادعاخ رسول الله كيستجاب الله عز وجل اتوا لك نخاني لقى راح سمينا سين النبي ذا الصحابة إذا سينا ادعاخ رسول الله إن إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وفي شيء بحثت الله عز وجل لعان يعني سبع لغي وذان أدعك وتحجى العفاد وإنما يبحثت الله عز وجل دار رحمة الأمة من دليل غانا الحديث هو وغانا الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والعالمين يفتكس الكافر المؤمن قال العالمين وشي تعيش لسيب سنبه والعالمين ماشي عاوز تبغضوه كل شيء من خلق الله عز وجل جي وليت. المثل وزرته القصة كذلك معروفة جيش الغزوة زي الغزوات يحلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لكن وما انتهى الغزوة كل واحد ما يسيبك يراح النبي صلى الله عليه وسلم غايش السجاخ يستارح بالسجاخ السجاخ كثير شوية كخصيص يسيدج الكافر قال صغورث ابن الحارث يغرب النبي صلى الله عليه وسلم شوي شوي تحول يتفكس قرص تو يخشى السيف يكسي السيف الناس يا محمد روح نسفاق النبي صلى الله عليه وسلم الناس من يمنعك مني قالوا قالوا وقع الحرب يوقع غاي السيف شكاقش كي واتش بدا غاي السيف بوسطة صافي مسوكا الناس قاربوا عليها مسوكا قرنت من يمنعك مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاسيش التوكل بالله عز وجل يبغى الطاف وتجي التوكل اني مذبذب يجبر الايمان يصير ضعاف يمكن كي نحضر وتفكاشي كي الله عز وجل هذا فكا كيوني وسيلة جا نحاولو ربما السجدة ربما الزوغي هاك وسيلة اسيلة خصم حاجة لكن الله عز وجل يعني القدرة تبغى والنبي صلى الله عليه وسلم التوكل يسخ الله عز وجل يبغى الناس من يمنعك ومن سيمنعك مني الناس الله بدون شك سمين يوقع الله يوضع السيف من يده يوضع السيف من كفوز وخير سيتفوز مما يصد السيف من الموت يكسلنا بالسيف مني الناس وأنت الآن من سيمنعك مني
انت وني 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 الله ولا شنو الناس كون خير اخذي الناس وتكشي يمشي احسن زي راك ودي بلا بو خنجي نبس عاصم يقول يا بو خنجي تمس يا بو خنجي تبكيتين ولكن الناس الله سيمنعك والناس كون خير اخذي استوى داخل المعامله وهو ماشي مسلم كافر دوق على عزبه شحال من هذي مسلم ويكسد السيف يسد غا النبي يخسر دين النبي النبي عم قاو يكسد السيف مني من حقية دينه إنه وطوش حيخل من الجرائم ومع ذلك إن ستسلم أتسلم الناس الله ومعقول عودة وشي منافق وخل كافر ولكن معقول إن وزن ما أخينا نشتيح أنه فلا يغزي العواثة غير لغة العقبة هذا السلم الإسلام نبزوه إن سوست شيء ولكن أعاهدك أش عهده باللي عماس أش حارب زي الوقت سونش ورا غد شاكرة كينيش غي حارب زي الوقت سون عهد الشروف عماس زغي زاش إلا أذى إن سوى روح يوح حتى القبيلات اجمع دي وذني الناس جئتكم من عند خير الناس سميز كيما كي تصغى أحسن بشر نهار أرى مركز خير البشر يعاود اسم قصة ما وقع يوذني وثسمين يقول ابدا سجم شوي شوي حتى ومن القبيلة كم نصر ميز يسلموا لينا سلموا عاملة يا مريثي مغاتري ومين غير ينا نعاود ذاني على الصدم أتفوي وكعوان الإسلام يقوخ المعاملة دين المعاملة القصة نظن لفتح مكة فتح مكة يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أشارف للجيش ينسني الصحابة أنا حنعز مكة من أرض الله الإسلام لأنه ما في فلسطين مسلمين الشيء كوشي يقول إيش نتقديم يخسر يرد طواف مع البيت يعاين رأس العبادة القريش قريش طواف صار ومسلم ونيد غيز نزعب أرق قال الشكار وغني فيس دولو نين حواج إما أتكري دار وزغالب زي غي طواف ستمنيث نيك صار ومني طواف دي عاين أدي اسم الله بكس مغاتي نسال طواف طواف دي عاين سواش كل منظر من قال قلت له انسان اسقاقه بنت صفار هذا قال عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا مكاء وتصديا تصفيق وصفا فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن انتشر الاسلام يمسن من الكثار قال قلت بزاف الناس الاخرى من غنجم انجم كان يديها ذاك الشرك انا عندها نسيت الاسلام يجمع عشرات مقاتل غوند أمك قصة طويلة لكن فقط اختصار نقطة من جاء مهم ما نحتاج بالمعامل من دارشنا أمك يبقى في ذلك قريش من البخاوة اللي غير يبقى عشان صداع الناس اللي غير يسمى تدارنس وسيدو كعوالو واللي غير يسمى تدارنس أبي سفيان وسيدو كعوالو ولا بقى في الغالب المسجد المسجد الحرام وسط كعبه من اغلق بابه فهو امن ومن اغلق ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن صافي فعلا وني بغن يوسف اما كان المسجد اما واحد ما يوسف يلي يقول شي فرق كاين عادي ولكن وتسيبوش السيوف الحرب تسمى زون غزاله يخشنا بس لو اسمع الكعبه يزوجنا النار كعب جنة هاس قريش يني نوفان هذه راه تغزال الزخم من التوكع ما دي بدا قعود بلا قايم غاد خشي يسلم من السيوف من دار فاس كيف سوي داك المعامله داك الاخلاق لا اش عارف تورا دي الناس داخل نوفان تورا دو التوكع والو دي الحرب بدا تفون شوي شوي حتى ولد فركو شي غير كعبه جات ما دخلنا بي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بدا يخزال يتفكى يغماضي أدنى إليها ذي غماثي قليني كذا ذي قليني كذا إفكات صغار التاريخ ضعف لكن الحقيقة ما نفسه يخفى عبو ليسا تخفى
الله عز وجل وين عاقبتم فعاقب من يتحد نعدرش ولكن بالمثل تجزيلا فعاقب بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فمريق صدي عقبوا أصلي عقبوتي ولكن استقسفت إن ما تظنون أني فاعل بكم من تحق مرغتكم لكم كنيوذ أدمي كنيوذ السبب زين فصل كنيوذ السبب زين عقل مهم لو هو قد فقشوا القوة غالي من كيف بغير إن ناس أخ كريم وابن أخ كريم مش كلمة مثلا زينا مش مو مثلا لأن الزيكس نزيب قريش أنت وليد أصليس إن إذا نقول لكم كما قال يوسف لإخوته أخو من غبق إن يوسف إيه الناس لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء روحك مراجش الشرع سمع واسني نسر مثل السين واسني حبس مثل كي حبس واسني قيم كنا خرب دجمن بعد غزال بشين حاجة دي. يعني فقط كان ناس يجب خسر صافي نايم اذهبوا فأنتم الطلقاء وخامس انت في الإسلام منه مريوف السلاح أتي الفاس لنيوي الإسلام والي وطير مشي لكن هم غزان المعاملة بدأ سجم مني تفنيه جليسا وزاك سيني سر من نهار مني زاك سن غرسن أبو بكر رضي الله عنه قاسي أبو قحافة يوشي دي سرم تاري نمغة أش جيفيس ليش مدر أرحين ليش مدر يتبسي السن وشي شمر نمغة الطاس يشر فين سنة بسلام سلام أول واقف عايش تمغازين مغرينيس لأن أنت غازين مغرين الطاس أو تاج المغاس زي المغارين الناس غير اللون واقص الناس غيروا هذا وجنبوه السواد غيروه هذا غير في اللون وجنبوه السواد الناس باكين غير في اللون ولكن باكين هذه اللي بالمناسبة عندما بس نبغى بكرة غاس المغارين الناس أو تاج المغاس زي المغارين الناس لو غادي شنو يحقاني ولا انا ما كنتعيش بعد صحيح كني ومسلم معاكم مع بعض كنت مغاربين في الاسلام تورت بزاف يعني قال الاسلام يعني يكون حتى يا بعض تسمي الاسلام بني ياو الاسلام ماشي يعني الاسلام يسمح الى ذي قريش غاسنا 14 ذي قريش غاسنا 30 مغارب خاصة امي غاي جلبان هذي فيش غاسي جيس تورت لمبيه راش بس التحابه بس مرفق لك جاسي على المال القاسي وقت جيك القاسي غير كما خميز زنزر كسير إذا تغار الماء القاسي يسلسل دون الدم ما حسات السن هو ويجمع وغاس الحل ولا الحرام أبو 14 أبو 20 أبو 15 أبو 30 ومي تغاس الإسلام باش أسدي كسمان عين يسدي السهواء عايشتا أخذ دي سحالي قسح وين أسنع با يشتاع سلوحي بس ناوة ثلاثة وربع أما قبل إلى الطعم الكبرى إذا الإسلام ماشي يعني زي واحد تابعه وإنما يستهود زي زيادة ليج معامل النبي صلى الله عليه وسلم إذا المثال المعاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش غير المسلمين عن رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل ابن عمرو يعني شديش قال طفيل الدوسي توزي قبيلة الدوس وسيد غنى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت قبيلة دوس قد عصى لو كنت في الإسلام من هي غير القبائل الغارت وذلك تثبت في الإسلام لكن القبيلة قد العكس العصى فادعوا الله عليها ننسينا يا رسول الله يعني ادعى خصم يعني هذه الدعاء سيد ادعوا لهم او ادعوا عليهم لهم حاجة سبحان الله الرحمة المغفرة ولكن عليهم سن هلاك فادعوا الله عليهم داخل سن هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ايام يا اكسيفس هذه دا قريش الناس هلك الدوس
يعني القبيله سميتوها الكراه، لان سن الدعوه او الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. خمي خاصنا غير دعاء خير صافي راح اكس النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصت من غيري ان صلى الله مهدي داوسا قيش القبيله قيش ديوان صلى الله مهدي ثقيفا واتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. اجل القرية عاكسا كذلك ان كروس القبيلة كبر السرب قيل مختنا من الدسم جماعة جماعة اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا جماعة جماعة في القبيلة كبر السرب في المعاملة. ان الناس دعا خصم اقصد يدعى المرض شن عليك العفان اقصد هو المرض اللي وقتني اللي كوخل بس كوشي وحمر يفلتني يزا يوم نفر مني راح وطن دوك شاصر. لكن هم كيزيد عصر الرحمة سد الهداية يدعى يعني الله عز وجل ما يدعى الإسلام الله عز وجل إنك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فما لا تشهد الله عز وجل ضمن وحد الله عز وجل من غير الله عز وجل عذابك فما شنو الله عز وجل زوني عبد اليهود وانا اقول فقط يقول لي غير ظلم اي قسم لي اما الله صل الله عز وجل رحيم يزوي هذا خير يزوي هذا كذلك قصه من ظلم اكس فؤاد ابن اميه سفواد مثل اميه ابن خلف النبي صلى الله عليه وسلم زمكة رجا جمكة ذاتج القبيلة قاس قبيلة هوزة زي غزوة حنين هوزان نجمع قروث يومين يوم غير ياسم النبي صلى الله عليه وسلم كي يعني تبقى الإسلام يجل القبيلة قاس هوزان يخلق النبي يازم تسقاشين النبي قاس محمد محمد يازم مكة الإسلام يتنتشر والشيخنا بهجمن يكاوني الرئيس مثلا نجم قبل قاس هوزان يحق قبعيد باريج معد الجيش القبعيد باش هذيك الحرب ديال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يفرز مكة يروح خاصنا هو السلاح بزاف لأن هو أحلام مكة وكاع شنو تسمى ديال الحرب خاص السلاح قليل فالمهم يغزا مكة ما يزدا يدي باريج ولا السلاح إذا ناس قضايا جقان صفوان ابن أمية التالي جاء أحدد يعني عبد الحديد قاش يسمى زين خاسم زير قميص قام راح غاسل صادر السلاح يا درسن السيوف زاد نطال الحديد نطال من باش تتقي من السيف الدروع الذراع الذراع المهم يا درس جنمية جا السيوف الدروع نطال شاهد القصة إفاق اسم الدم صفوان الهوية يحتاج الغزوة توا حشا ديك الحرب يحرق الزاوة ومن غانتهى الغزوة أبحر نمس الفن طبعا غزوة حنين التاريخ سيطول ولات كان غزوة كمل لأن ديك البداية غزوة أصحاب حنين وين خسر ديك البداية لأنه ما فهم 10 سنين دوسين ديال المدينة فهم كيسن المجموعة المغازي صحاب الكازيليس من الجديد وما قال قبل الناس قال رقم ديال القوة قال رقم ديال بزاف ما صد الورد لذلك قال الله عز وجل ويوم حنينين إن عجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمهم قلنا هاي الغزوة أعرف حنين سلمان استولى الكفار كسير ناس الغنائم الشاهد في القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يقسم الغنائم يكسر حوايج تراقات يفران الغنائم مش فقط يسحب مكة يسحب المدينة وسني وشي شي ثا يفران ثا يفران تا ديك سي شي الحاجة تريد بلي حطا غاس القيمة تيغرا طاس تا صفوان موني داس نيار السلع كافر تا إذا حاجة نتا تعجب بس تبقى من تخزا غاس تا كازا سيكس لي طول تا بريني شاب من هذا تسمى غادي يسحب الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تريك سي تخفيف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تا الدنيا وصازي رجع يقاس فوال
أشبكتها؟ قاس نعم، قاس خذها. إكسير حوايج تاي فلان تاي فلان تاي سي حاجة تبني على الطاس تا سي خزان صفوان قاس عجبك خذ. إقيم يدفع حوايج نمدح كلشي إكسير صفوان. أنكروا من النوى علاقة الكفر. إنك ما طابت نفسه أحد بمثل هذا، إنك يعني إلا نبي، يعني كلشي وني تسخن يسمح كاع حوايج مثلا وتيري إلا النبي. يعني كل انسان يسعى في حوايجه، ولكن هو ما فيش شيء يسمح كاع حوايج مثلا واقف وتيري إلا النبي. إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يسلم صفوان كي الغزوية تاقت مزي بس الأخلاق النبي سلم وعامل مرسينا لحقاش كل مشرك من يقيم سرمن أتيني جل حجر منه. فالمعاملة مهم بزاف يا ولي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك باش واخد الطويلة إلا تحب الخير لغير المسلمين إلا أنت يفارح نخبع يفشي جنود في الإسلام ماشي فرح قيوف في الإسلام باش يدير لك كينا كي عاود لك الحروب لك الغزوات لا قول شي ولا هذا الإسلام يفارح لأن إما ندي جدال يوحد الله عز وجل إما ندي جدال هذيك العمل الخير هذيك حاجة تصبح باش انتشار خير ينقص الشر. ولهذا جنى النبي صلى الله عليه وسلم يرغسي جن غلام داخل الدم يهودي حجة دم زيار يجنى يرك يرح غاس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزيار يرح غاس النبي صلى الله عليه وسلم على الجيف يبدأ يتقاس الدعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله يدعث على الإسلام حنجاني كسبة بس يهودي إن أطيع عبد القاسي وعبته عن جاني إن استطاع محمد إني من ذاك الجام إن لا إله إلا الله فعلا ليس شيء فبس بس يهودي وعلى ذلك ليس شيء يستشهدوا عن جاني يموت في الإسلام ومن ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم سمي فاح إنك الحمد لله الذي أنقذه من الله الحمد لله الذي أنقذه يعني الحمد لله إنقذ الله عز وجل بس إن إلى المرض تمسن من النهاية فالعدل المعاملة التاجر مهم شن تعيش هذه الكفار تعيش هذه الرومين يخصك تستخدم العدل المعقول هذا الحق وانت غزاشي على الأغلبية وقالوا هكوشي خسابة هكوشي مفلس هكوشي لا هكوشي كغزاب لا يشب هكوش مسؤول أمام الله عز وجل فقش لا زوج وحدي لا تنضرب وحدي كم تبعث وحدي كل شيء تبعث وحدي ولذلك قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هكا سيكي وضح التعصب أقوي ضاوي أني قي نتخي أني قي جاي وقال تظهر شكاج التعصبات كتا الزيس ناتك ذا من تلا شكي العدل مثلا راه ذا المحكمة تشهد ود الوالدين ود الكافر الوالدين ينعد لا غتشهد سيدي قال والديك نعد وإلا ترضى الواقع والنبي صلى الله عليه وسلم إنك تقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب ولذلك قال عز وجل ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا راك في الفرق جاي وذا قوى يقارب ويبوج قاو غاسل المال يمكن ينفع عليه الشاي وشي جوار في مرو وقت وغاشي وقت وين وقت ونفع وغاتقد الزور غاتقد الظلم لا لا قوم من على لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى العدل ولينا بزور اذا يقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه وانا ممكن تعيش يقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا واني غير نشيد نفسي معاهد ما معنى معاهد إني راه كيس العهود ماشي للحرب ضد هذا الشاش كذا الشاش يوف الدس القانون تاق دس القانون المسائل عادي ما كنت عشان بيها وقال مريض وقال تسمى درتك بليجن الكبيرة الكبائر يقال النبي صلى الله عليه وسلم من غير معاهدة يجنا قشاس مع وجهك عاهدت وخاصة تعدي تعادي شو خاصة تعدي وقال مريض
إنك لم يرح رائحة الجنة وقتها ما سيشم رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 يوما أو 40 عاما. هذه اللي واحد يسمى مسيرة كذا وكذا، فأني غي نعد شيء شنو خاثي غم يضر وعدوانا يتحارب أصل عز وجل الجنة. قال عز وجل كذلك وقولوا للناس حسنا، شو ما نصور جو ذنينا باش يقل الكافر وخوف ساقص غشيف ضرب مثل الله حتى يوروى سيورة كيس الأجل يسقصر شي حاجة تسنة تمرا 96 براو ما قال بعد أحشيني ووار أو نعفان أغسي رسلم يا ببليا كذلك لا لا أول الأدب لعز وجل وقولوا للناس حسنا سيور خمس سيور لقيو للناس كل الناس مش المؤمنين فقط كل الناس أول الناس بحق حسنا لأن الإنسان وقد كان مثل عز وجل هذا المؤمن من الكافر يحترم لأن أما أحترم المؤمن تحترم الكافر ما لو خينا جدا فمثل الضرب هذا قال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم عز وجل كرم بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم الدولة القرن إسلامية إندونيسيا بيجوا في نقل الإسلام ماشي السيف بس المعاملة يسمى إذا تعني مسلمة قذني التجارة هو مش المثل فقط والمثل تعال مثلا درس التجار زنوزان الزيت وقد قذوه السوق ويسقط راسه اثنين ويسقط راسه ثلاثة زنوزان الزيت يوسيد يجوب سوق يسرس خوليترو الزيت يوسيد وثنين يسرس الزيت يوسيد غاوة وقوك جنة مزياو ومزياو سمينة إن سيولني قنش الزنز رجل ليترو الزيت يجينا يلقع داوة جلالو أحسن سخص قاعة وزن الشمسك يدفعتي الغاوة شيناني ني وامني وي 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 وسنين يوسيد وسوخ وسلاثة كي تخويس كي ثاوة وين سقن الزنز غير حدا وسلاثة شكان شنو حال فارس السوق شنو حال فارس السوق لنا حال بزاف مثلا كون جيت راه كيبقى هو على كوش راك سوق قايني تشتك غادي خص قايني كوش غادي في نسوات مني قايني كوش يتسمى شكي ضحى ضحى وانت خصها شي جبل فما بالك مرة حقاصات شكان معاملة اندونيسيا وما سكني المعاملة قد إذا ديت تجار زي سنة ولكن كنت كشيت طريقة هنا في دقنا بطريقة دقوا غاشين غير معروفة وما فيها دقنا نوع الطريقة دي تعني بكني وما يستكي ما يزدي كمنا قاس قاش غير ودي الدين شو ما أي ما ندي أنا معك مانا الإسلام أخوة تفيد الإسلام تشفيد الإسلام والسبب أذكار عن الحويج يعني النتيجة حسن الخلق فلكم إن شاء الله تعالى الثمار حسن الخلق كنها لغير حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أسباب زي تثني وذن الأغلب هي الجنة تقوى الله عز وجل حسن الخلق قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه الدرجة الصائم القائم إيش من هذا؟ هذا يوضع الدرجة نقول يتزوم من سوزير إيه القيام اللي سجير سحص الخلق ماني وين ويتزوم من سوزير إيه القيام اللي سجير يجمع ديش درجة يمها واقف ويتزوم شي سوزير يقول قيام الزجاج الفراعين يتزوم رمضان شي من وقت كون هاي الظلمة إيد قيام وغد يوم الدرجة الوين بيزي حسن الخلق إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه حسن الخلق قد يوم الدرجة الوين كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق اللي بوش يتحاش يوم القيامة الوزن يحتاج حسن الخلق إذا النبي صلى الله عليه وسلم توصينا استقوى الله عز وجل حسن الخلق قال اتق الله حيثما كنت
واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس تزد الله. وخالق المؤمن والناس وخالق الناس بخلق حسن. أي الناس الخلق كل الناس وخلقه فيها بخلق حسن. إذا السنة دومت ولله عز وجل يراك في كل وقت وفي كل مكان. فالله عز وجل واجه يكون بك فتبه دائما راك تقول الله عز وجل دير بال حسن الخلق عبادا الله عز وجل اتي للمليح لا شك رضا والي. فمالك تقوى الله عز وجل هذا يصلح الله عز وجل ويك يقال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يجي كل ذرية ضعافة ضعيفة الإيمان يقول خصن تشمعي من التوسمي غفو من أين يقال الله عز وجل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تق الله عز وجل الله عز وجل يكلف صاوي. وكم واش غير المثال ديال سوره الكهف سي ياخذ ان شاء الله بحال ثلاثه ديك سوره الكهف الخضير يا زنا غارب وطني ان غريج مولا ابن غريج محل ومن غير نرحل نيري قولي ميري خصها ديوضا وخيب ناس الخضير يعرفني شان الناس موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا بعد تفت في الخاص الاجر اللي نال الطلب بس نجي الناس باش نغرو وقيل صحاب القرية اللي إلا شكر إلا سهل وقال شو ولا نغرو مع داود الأجر رزق الحين واحد ما نحن صغرو سخصم قال هذا فراق بيني وبين لأن اللي وعدت قبل بس قصيد عليه تاع تن النهاية وما يبدا الخاضر يتشارى حس موسى ما بيه قدرة الحويج وأم السفينة وأم الغلام حتى هو يوضع الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال جدار بناي نشي وجيرة لقد قال ذاك المدينة يذا وكان تحته كنز لهما. قال الكنز المال سنق سوى دين حين مرا يوض رحيم أدي نفضح هذه العلمانية تسلش فارس تكسير. وكان أبوهما صالحا ولكن رغاس مبس صالح خاضر الناس رغاس مبس صالح إسكين نشد عن الحين أحمل حتى فضخ المال لوجير النيل إن مبس نجن صالح ولهذا الله عز وجل حفظ الله وسلم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين هداهم الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامه ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وشكاشكم حسن التدبير. جزاك الله عنا خير.